ليش تقول لي أنا كذاب؟ قال أنت تقول يتيم يا شيخ، أنت تكذب علينا بهالكلمة. اليتيم يعرف أبوه وأمه، اليتيم يعرف خاله وخالته، اليتيم يعرف جده وجدته، اليتيم يوم العيد يروح عند عمه وخاله وجماعته. لكن يا شيخ أنا ماني يتيم، أنا ولد الزبالة، أنا ولد الزبالة. سمعتني اللي على علاقة محرمة؟ سمعتني اللي تنتهك الأعراض؟ سمعتني وش يقول عني هالشاب؟ هالشاب كذبني، هالشاب أدمى قلبي، هالشاب منعني أني أروح الدار أي محاضرة ألقيها لأني ما أتحمل، مشاعري ما تسمح أني أشوف شاب يبكي ولا شاب حزين ولا شاب بيقول لي حظك. أنت بتروح تقبل أمك، أنت بتروح تقبل أبوك، والسبب إيش؟ السبب شهوة 5 دقائق لذة وقتية. والله ثم والله أن الله ليسألك عن شهوة نزلت منك في الحرام.